وقع كل من الدكتور علي بن فضل البوعنين النائب العام ونظيرته السيدة أليسون سوندرز النائب العام ببريطانيا مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدولي بين النيابيتين تنظم أوجه التعاون في مجال تبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات. وصرح البوعنين بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار تفعيل ما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها البلدان التي تستغرق صور التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة وبالأخص جرائم الإرهاب والفساد والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وذلك من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدات القضائية مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان الدولية والمقررة بالتشريعات الوطنية في كلا البلدين، مع السرعة في التواصل والاتصال بما يسمح بملاحقة الجريمة بعناصرها المادية والبشرية، فضلا عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات وإجراء المشاورات في القضايا المهمة والملحة لدى النيابتين. هناك الكثير من التعاون على المستوى الدولي، لأن نعلم أن الجريمة متلاحقة ومتسارعة، فلم يكن هناك اتصال مباشر وسريع في سبيل ملاحقة الجناه وتعقب إن كانت آثار الأموال ولا حتى المتهمين، فأعتقد من الصعب جدا أن نقوم بخفض هذه الجريمة. أيضا موضوع حقوق الإنسان والتعامل في مجال حقوق الإنسان، أيضا موضوع التدريب ونقل الخبرات في بريطانيا في شتى المجالات في ميدان العدالة الجنائية، لنا تعاون وثيق مع السفارة البريطانية في موضوع التدريب، ومع نظرائنا هناك في بريطانيا من في تي بي بي أو الادعاء العام في بريطانيا، والتدريب إن شاء الله مستمر. فأعتقد أن هذه المذكرة التفاهم ستكون إضافة، كان سواء في مجال التدريب أو موضوع التشاور أو حتى موضوع الملاحقة الجنائية. وحدة التحقيقات الخاصة على سبيل المثال تلقوا جميع أعضاء الوحدة الخاصة تلقوا تدريب، وهم يزون على 6 أو 7 أشخاص من أعضاء النيابة تلقوا تدريب هناك. أيضا الجرائم الفساد أيضا تلقوا تدريب هناك، وإحنا بصدد إن شاء الله إنشاء نيابة قريبة في شأن موضوع الفساد، والعديد من أعضاء النيابة تلقى التدريب هناك، وهناك أيضا خطط مستقبلية للتدريب في بريطانيا في العالم. ما لم يكن هناك تعاون دولي على المستوى الدولي في جميع هذه الدول لن نتمكن من محاربة الجريمة عبر الوطنية. نعلم أنها ترتكب في بلد والأموال تحول إلى بلد آخر والمتهمون ينتقلون إلى بلد آخر، فما لم تكن هناك تعاون دولي أعتقد الصعوبة جدا على الموضوع. عندنا اتفاقية مع روسيا، وعندنا اتفاقية مع تركيا، وعندنا اتفاقية مع مصر، وإن شاء الله في اتفاقيات قادمة إن شاء الله.